يا ضحية إيش شارك في القضية. تونس دولة مدنية. سيبو ياسين يا حكام الجيل. سيبو ياسين يا حكام الجيل. حق التعبير واجب، حق التعبير واجب، حق التدوين واجب، حق التدوين واجب، حق التظاهر واجب. ياسين راهو ابن المؤسسة العسكرية وحب يدافع عن المؤسسة العسكرية، لأن مؤسسة كيف المؤسسات الكل فيها الفساد وفيها النخر، معناتها فيها اللي العباد تنخر فيها، وماهيش مؤسسة فوق القانون، هي مؤسسة كيف المؤسسات الكل. والمؤسسة العسكرية احنا نعتبروا عائلات الجيش، اللي احنا عائلات ننتمون للمؤسسة العسكرية. ياسين حب الإصلاح لا أكثر ولا أقل، حب يحط يده على الفساد باش هم يفتحوا الملفات ويفتحوا القضايا اللي موجودة في المؤسسة العسكرية، مش باش يحاسبوا ياسين ويعدوه على القضاء العسكري، اللي هو مش ولدي مدني ما حقوش يتعدى على المؤسسة العسكرية. وسيد وزير الدفاع خاطر هو قاضي أضغط على الضباط، وضغط عليهم بامر منه من خاطر هو وزير الدفاع، اضغط على الضباط باش يتقدموا قضيه بياسين العير. ما ثم حتى واحد شاكي بياسين، الكلهم قالوا لياسين على حق، وكلهم كلموني وكلهم اتصلوا بيا بالهاتف وقالوا لياسين نكته من البحر اللي افاضها ياسين، والكل مع ياسين. المحاكمه تاع ياسين هي محاكمه سياسيه بامتياز، ومحاكمه شخصيه اكثر منها، يعني هي لتكميم الافواه باش يعطيه درس بياسين، مش حتى حد ما عاد ينتقد، حتى حد ما عاد يتكلم. يسقط قاضي العسكر، نحن الشعب الخط الاحمر، نحن الشعب الخط الاحمر، تاريخ لا تهتم، حريات الشباب. سيبوا ياسين يا حكام الجيل. قضية ياسين العياري في دقيقة هي أحب من أحب، كره من كره، هي قضية حريات، وطالما كان الأمر كذلك هي أم من أمهات القضايا العادلة. اليوم السيد كتب مجموعة من المعطيات، من الحقائق، من الإفادات، توجه بها للرأي العام، تحمل مسؤوليته كاملة وتوجه بها عن طريق بطبيعة الحال المدونة الخاصة بتاعه على شبكة التواصل الاجتماعي. ما راعوا إلا أنه يصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات بعد ما حرم من كافة الفرص في الدفاع عن نفسه. اليوم شخصيا هبيت هكذا دون ما اي حسبه لمساندة ياسين العياري ولتبني قضيته، لانه على قناعه تامه بانه قوس الحريات بدا يغلق. عديد الامارات تبين انه السلطه السياسيه الجديده انخرطت بعد في مصادره الحريات، انخرطت بعد في التراجع على الهامش الكبير بتاع الحريات وبتاع الحقوق اللي دعني اقول تمتعنا بها نسبيا منذ 3 سنوات. اليوم كذلك ربما ياسين العياري المثير في الملف نتاعه، وانه التهمه المنسوبه ليه توجهت لقيادات امنيه اخرى. للاسف الشديد القضاء العسكري ما تعاملش على قدم مساواه مع هذه القيادات، هما حكم عليهم غيابيا دون اكساء الحكم بالنفاذ العاجل. ياسين العياري الحكم اللي صدر ضده ب3 سنوات اللي هو الاقصى حسب الفصل 91 واقصى عقوبه، ونزيد نكسيه الحكم ذاك بالنفاذ العاجل. وهذا الفصل 91 اعتقد بانه حان الوقت لكي يكنس بدون رجعة من منظومتنا القانونية الجزائية. هذا الفصل الذي يتعامل مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة مقدسة فوق كافة ضروب المساءلة والانتقاد، حتى الانتقاد المسؤول والبناء ما يمنش به الفصل ذايا. إذن هو فصل على طرفي نقيض مع حرية الرأي والتعبير وحرية الانتقاد المسؤول. قضية ياسين العياري، محاكمة ياسين العياري هي أول الغيث الأسود، أول الغيث الأسود. المحاكمات سوف تتتالى، حملة مصادرة الحريات سوف تحتد ضراوة وسوف يشتد سعيرها، وأعداء الحرية سوف يسقطون كافة الأقنية على وجوههم اليوم، وسوف ينبرون أمامنا هكذا متحكمين فينا وفي أنفاسنا وفي حقوقنا وفي حرياتنا وفي مصائرنا كذلك. الحرية استحقاق، الحرية استحقاق، يا عيسى حسيت اون غروند ديسيبسيون. انا كنت اتوقع انه على الاقل اليوم يقع الافراج عليه في انتظار محاكمته محاكمه عادله، وكانت المرافعات على الزملاء المحامين يعني مرافعات جيده في الموضوع، ولكن وكنا عندنا امل، كنا ننتظر في التصريح هذايا بتاع اثر الجلسه على اساس انه يقع الافراج عليه، ولكن الان وقع تاخير الجلسه ومقابل يعني استنطاقه في تحريرات مكتبيه، ونطقت بعدم الافراج عليه وايداعه
وهذا حق مؤشر ما هوش طيب بصراحة، يعني مؤشر مش طيب. فما تحس ان جروند ديسيبسيون، محامين في حالة باتة، يعني كنا ننتظروا انه ما تتوترش الامور بهذه الطريقة، خاصة ان البلاد ما تحتملش، يعني البلاد ما تحتملش، وان وضع الحريات وضع حساس. احنا نقدروا انه هذه محاكمة، وغيروا انه النيابة العمومية هي طرف معناها قامت بحالته، ولكن ما يكون فما اشياء واحد ما يوصلش بها الى هذه الحدود. البلاد معناها في وضع حساس، والناس معناها شك انه الحريات ممكن يقع تراجع فيها، هذا مؤشر سيء. انا نتمنى انه يقع تدارك في هذه المسألة، وانه المحكمة تنظر بخطورة الوضعية. المسألة ما هيش في ملف، المسألة موضوع اشمل. احنا كنا نشوفه دائما في المحكمة، في المحكمة العسكرية على الاقل وقعت عديد الملاحقات والمساءلات للعديد من النشطاء فقط لمجرد التعبير على ارائهم بشكل سلمي، مع ثم تخوف على المرحلة القادمة فيما يتعلق بحرية التعبير. الحكم اليوم كذلك كان مفاجئ، لان كانت الطلبات وكانت التصورات اللي هو باش يتم اطلاق سراح ياسين عياري، لانها ما ثماش اتهامات واضحة، وكذلك ما تعتبر غير جدية، رغم طلبات الدفاع ما تمش الاستجابة لطلبات الدفاع.